لم يبقى لفقراء أفغانستان سوى الخبز قوتا يوميا لهم في ظل حكم طالبان. فمنذ استيلاء الحركة على كابول في منتصف أغسطس الماضي، تدهور الاقتصاد في البلاد التي مزقتها الحرب بشكل كبير، وأصبحت الطوابير الطويلة أمام مراكز توزيع المواد الغذائية أمرا يوميا اعتياديا. والشتاء يزيد الأمر سوءا، خاصة بالنسبة للملايين الذين يعيشون في مخيمات للنازحين والذين يتوقون إلى أي مصدر دفء. أما المستشفيات فهي ما زالت في حالة يرثى لها بسبب نقص التمويل. أم عمر فقدت 3 من أبنائها بسبب الجوع، ولم يبقى لها إلا عمر الذي يقف على حافة الموت جوعا. وفقا للأمم المتحدة، فهناك ما يزيد على 24 مليون شخص في أفغانستان، نحو 60% من السكان يعانون من الجوع الحاد، ويعاني ما يصل إلى 8,700,000 أفغاني من المجاعة، إضافة لتقرير للمنظمة يؤكد أن 97% من الأفغان سيعيشون قريبا تحت خط الفقر. چیزای خانه را فروختم خلاص کردم یعنی میکنه اونم آورده اینم میشه فروخته نمیشه اومدش شکر 8 اولاد دارم 8 تا کرایست 8 اولاد دارم یعنی دینم روزگار شوهر ندارم یک بیوه زن هستم 100 دفعه که معارف بلرز طرف که مراجعه کردم ای سابقه کاری مد نظر نگیر. افغانستان في عهد طالبان تشلها العقوبات وتفتقر الى الاموال، فالآن تسعى الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأفغان دون أن تقع هذه الأموال والمساعدات في قبضة حركة طالبان.